والله احنا فكرنا كتير ازاي نقدر نرد الجميل لسيادة الرئيس، وفكرنا ازاي نقدر او احنا من ناحيتنا نعمل له حاجة، فوجدنا ان احنا نرشح الرئيس لنيل جائزة نوبل للسلام. تعتبر اقل رد نقدر نعمله او رد للجميل نقدر نعمله. احنا شفنا المؤتمر الاقتصادي، شفنا هو قدر يعمل ايه لمصر، شفنا الشغل بتاعه الفترة اللي فاتت، شفنا قناة السويس اللي اوشكت على ان هي تكون من يعني مصدر دخل جديد لمصر ومصدر دخل. مشكلة مصر الحقيقية مشكلة اقتصادية، هو رجل عسكري وبيحل مشاكل مصر الامنية والاقتصادية، ما شاء الله عليه، ربنا يوفقه. هل هنرجع نشوف تاني زي ايام تمرد الناس واقف في الشارع؟ والله احنا يمكن تمرد كانت حملة عشان اسقاط نظام، لكن احنا النهاردة عاملين حملة لدعم نظام. احنا بنحاول ندعم نظام السيد الرئيس ونقول للناس الراجل ده بجد يستحق جائزة نوبل للسلام، وهو فعلا يستحقها. الحملة كلها متطوعين، كلنا تطوعنا ان احنا نعمل الحملة دي، وكله يعني كل واحد لو صور 10 ورقات يعني هو بيصورهم من جيبه، يعني احنا محدش ممول لنا من اي جهة، احنا شباب من مصر، من مصر الجديدة، بنحاول ان احنا نعمل حاجة كويسة او نحاول نرد جزء من جميل سيادة الرئيس علينا. عندي على صفحتي على الفيسبوك، هو فعلا مبهر مش رائع، بس يعني فعلا قدر يعمل حاجة كويسة قوي قوي لمصر.